السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ درسنا اليوم بقول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد لهذا اليوم، نحاول أن نتذكر الحروف التي سبق ذكرها في الدروس السابقة. حرفنا الأول وهو د د. ردد معي عزيز التلميذ: د د د. آ آ آ. أر أر أر. إز إز إز. أو أو أو. ب في أول الكلمة، ب في وسط الكلمة، ب آخرية. إن أولية، إن وسطية، إن آخرية. إم في أول الكلمة، إم في وسط الكلمة، إم آخرية في نهاية الكلمة. ط أولي وق وسطي وق آخري. تعرفنا على حرف القاء في درس بوق. نعم، اليوم نتعرف على هذا الدرس الجديد الذي يحتوي على حركة جديدة وهي الضمة. الضمة حركة توضع في أعلى الحرف، وتعرفنا على حركات سابقة. تعرفنا على الشدة في درسنا السابق في درس ميزان قدوري، ووضحنا أن الشدة توضع فوق الحرف أو أعلى الحرف، والشدة تدل على أن هذا الحرف مكرر مرتين. وأخذنا في درس رباب الفتحة توضع أعلى الحرف وتلفظ مع حرف الد د. وتعرفنا في درس مزمار على حركة الكسرة التي توضع أسفل الحرف وتقرأ مع حرف الد دي دي. اليوم سوف نتعرف على حركة الضمة مع الحروف التي سبق ذكرها. تلفظ مع الد دو رو زو مو بو نو قو. هذه الحروف التي توضع في آخر الكلمة، وتلفظ أيضا مع الحروف التي توضع في أول الكلمة والحروف التي توضع في أول الكلمة. تلفظ قو بو يو مو، وتلفظ مع الحروف في نهاية الكلمة ومع الحروف في وسط الكلمة. درسنا لهذا اليوم درس دب منير. نتعرف فيه على صديقينا، صديقنا منير وصديقتنا مريم. ونتعرف أيضا ماذا صنعوا. صنعوا دب من الورق. هذا هو الدب من الورق. صنعوا باستعمال الورقة والمقص، قاموا برسمه ثم قصوه وظهر بهذا الشكل الجميل، دب من ورق. الدب حيوان جميل يعيش في المناطق الباردة. يغطي جسم الدب فرو ليحميه من البرد في المناطق الباردة. درسنا لهذا اليوم نتعرف عليه. هذا هو صديقنا منير، وهذا هو الدب الذي صنعه من ورق. دو ب دب بو دب بو. نلفظ حرف الب مرتين لأنه توجد في أعلى حرف الب الشدة. دو دو ب دب بو دب بو دب بو دب بو. هذه الشدة وأعلاها الضمة التي تلفظ أو. مو ني موني ار منير. ردد معي عزيز التلميذ: مو ني موني ار منير. هذا هو صديقنا منير. دو ب دب بو دب بو دب بو. مو ني موني ار منير.
ردد معي عزيز التلميذ. دب منير، دب منير، هذا هو صديقنا منير. مي إن من، مي إن من، وريق ورق. كلمة ورق متكونة من مقطع و، مقطع ر وحرف الق. وريق ورق. دب منير من ورق، منير صنع هذا الدب من ورق. دو بئ دب، بو دب بو. م أر مر، ي مر ي، أم مريم مريم. دب مريم، دب مريم. مي إن من، و ر ق ورق. أيضا صديقتنا مريم صنعت هذا الدب من ورق. دب مريم من ورق. قو إم قم، قو هذه الضمة على حرف الق، ق أو قو إم قم. يا المقطع يا، مو ني موني، رو منير. هنا الضمة وضعت على حرف الأر ونقرأها منير منير. هنا قرأنا كلمة مني أر منير بدون حركة، أر ساكن بدون حركة. وهنا قرأنا مو ني موني رو منير، وضعنا الضمة في أعلى حرف الأر ونقرأها منير منير. هذا هو صديقنا منير، وهذا صديقنا الجديد زيدان. يتكلم مع زيدان ويقول له قم. زيدان يتكلم مع منير ويقول له قم. يا منير منير. ني زو المقطع زو، أر نزو، أر نزور، نزور نزور. زي زي أي زي، دا زيدان زيدان. يقول له قم يا منير نزور زيدان، لنذهب في زيارة صديقنا زيدان. هذا هو درسنا لهذا اليوم، تعرفنا فيه على صديقتنا مريم وصديقنا منير وصديقنا زيدان. مريم ومنير صنعا دب من ورق، وتعرفنا في هذا الدرس على حركة الضمة التي وضعت في أعلى الحروف، والحركة مع الحرف يتكون لدينا مقطع دو رو زو مو بو نو قو. وكما تعودنا في الدروس السابقة أن نستنتج كلمات جديدة من هذه الحروف والحركة الجديدة. مثلا كلمة عندنا مو أر مر، مر كلمة مر، أم أومو أر مر، بأو بو أر بر، بر الوالدين. أرو أورو إز رز، رز كلمة رز وكلمة مر وكلمة بر. الآن سوف نقوم بتقطيع كلمة قم. تكونت لدينا كلمة قم من المقطع قو، المقطع قو قو، والمقطع إم حرف إم. المقطع أو أو هذا المقطع قو، وحرف الإم تكونت لدي كلمة قو ام قم، قو ام قم. من المقطع قو وحرف الام قو ام قم، قو ام قم، قو ام قم.
تعرفنا على كلمات جديدة في هذا الدرس، وهي كلمة دوب بو دوب بو دوب بو، وكلمة منير منير صديقنا منير. نعم، وتعرفنا على كلمة منير التي وضعنا في أعلى حرف الأر الضمة، هنا منير وهنا منير. وتعرفنا على صديقتنا مريم، مريم. تعرفنا أيضا على كلمة قوم، قوم، وضعنا الضمة في أعلى حرف الق، ق أولي وأعلاه الضمة، قوم، قوم. أطلب من أولياء الأمور كتابة الحروف التي مر ذكرها في الدروس السابقة في أعلى الورقة، ونكتب الضمة في أعلى الحروف، والطالب يبدأ بملء الورقة كاملة، المقطع رو والمقطع دو والمقطع زو وباقي المقاطع تكتب ورقة كاملة، ويقوم الطالب بكتابة الدرس مرتين كتابة جميلة ومرتبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.